مرحبا. بمناسبة يوم المرأة العالمي، هو السؤال احنا ليش اكو يوم مرأة عالمي؟ ليش لا تزال المرأة لحد هاي اللحظة تطالب بحقها، بينما الرجال بشكل طبيعي تندرج حقوقه ضمن حقوق الإنسان، يعني مو معزولة على صفحة كحقوق مرأة مثل ما كانعزال، يعني مو مجرد حقوق إنسان. قبل ما نشوف ليش هيجي، انا بس عندي كم سؤال. انتو شفتوا فد يوم رجال يكره رجال ويسوي مشاكل للرجال لان هذا الرجال متزوج بنته؟ لا. شفتوا رجال يقيم شرف واخلاق رجال ويهينه او ينزعج منه او يتضايق منه او يطعن به بس مجرد لان بنطلونه ضيق لو قميص قصير؟ زين. انتو شفتوا رجال يحرض على قتل او تعنيف رجال لمجرد انه كانت عدة علاقة أو سوفت شي غلط؟ زين. بشكل عام الرياجيل من يشوفون قانون يظلمهم أو نص شرعي أو عرف اجتماعي يأذيهم وظالمهم، يستمرون يطبقوه ويعلموا لولدهم ويجبرون ولدهم عليه؟ لو لا طبعا أكيد لا، بس المرأة تسوي كل هاي الشغلات. لهالسبب إحنا لازم إذا نريد فعلا نوصل للمستوى اللي وصل الرجال أو تكون لنا الحقوق فعلا متساوية، إحنا لازم أن نتكاتف، لازم إحنا بالأول، لأن المرأة هي اللي تربي، بما أنه هي اللي تربي فعلى عاتقها، يعني يقع على عاتقها الجزء الأكبر بتحقيق باقي حقوق النساء. آلاء ياسين، منظمة حقوق المرأة العراقية، تحياتي.